مش بس كلام. هو سر مفروض هو ما نقولهاش على الهواء. هو مش سر يعني، هي تعتبر عملة نمديرها. فشوف يعني مريم طبعا زي ما قلت لك يعني صديقة من قبل، وعد وتلاقينا يعني وشغلنا مرة في كروان اعتقد. مش عارف فترة كانت موجودة فيها هي او انا، مهم المهم فصار النصيب وان اشتغلت معانا وانضمت لعائلة وعد اف ام. للأمانة يعني أنا مش عارف متحشم منها وأخجلني اتصالها، إني صدقي ما فيش مرة تلاقيناش أو حتى اتصلت بها. فهي للأسف هي دائما يقولك الدنيا تلاهي، فبس والله نصيحة يا جماعة، ما عمركم تخلوا إن الدنيا يعني تاخذكم هيك بالضبط، فحاولوا تركزوا في حياتكم شوية. فأنا والله لو بتسألوني على الموضوع هذا ملبزها الحكاية. هلبا أنت ما شاء الله الزعلان أكثر من راضي. فبس هو ما قالكم حد دخلوني طب يا صح؟ والله هم اللي يجروا طب بصفة عامة حسيتهم ديما مش فاضيين للناس أساسا يعني، هو مجال ممكن صعب شوية. بس لو والله يعني أكيد لكل حد مقصر معانا نقول أعتذر على الهواء وعلى راسي، وتحياتي أكيد لكل الناس اللي تقدر هذا الموضوع. فشكرا لكم، قبلت اعتذارك وقدرت. مش بس كلام.